حتى انا مصاب بتاع السكري وممنوع لي الصوم، واذا صمت تنطيح في التهلكه. وهنا الانسان تينتحر، تيخص الانسان من ينتحر في الصحه ديالو، لانه خصو يتبع النصائح ديال الطبيب ديال المعالج. الا قالوا الطبيب يصوم يصوم، ولا قالوا ما يصومش، يعني كيف الطبيب كيف العالم تيزكوا بعضياتهم، لان اللي منع الصيام الله حل الصيام وحل الفطور. الله سبحانه وتعالى اعطانا واحد المرض كنستشعروا به الاطباء، والحمد لله اليوم العلم تقدم، وبالنسبه للاطباء راه تيقول لك هو اللي عارف النصيحه ديالك واش تصوم ولا ما تصومش، وكل ما قال لك الطبيب خصك تمشي عليه. الانسان الا مشى حتى ما صامش وأداته راه كيتسمى ميت مجهول. ووليدي ديما تنصوم، وهذا العام ما عرفت الا كان ما نصوم شي، راه ربي عالم وراه وقف. ولكن الطبيب اش كيقول لك؟ الطبيب هذا العام قال لي ما تصومي شي، في واحد الجمعيه تنمشيو ليها حتى هي ديال الغداء في حي السلام، قال لي ما تصوموش غير والنامس. انا عندي الانسولين كنضربها هذه 34 عام وانا كنضرب الانسولين، ومن ديك الوقت وانا ما كنصومش. قال لي الدكتور ما تصوميش، ما كنصومش لحقاش، الا صمت غادي ندر راسي، واللي كيصوم راه غادي يضر غير راسو. كنصوم دائما. ها؟ لا لا، قال لي الطبيب اللي قدرت يصوم، اللي ما قدرش انا الطبيبه دي انا الطبيب الراسي، اللي ما قدرش نصوم راه نصوم، اللي ما قدرش الحمد لله كنصوم كنصوم. هذاك الاخرين هذاك الشهر رجب وداك الشيء صمت اللي كتب الله الحمد لله. لا شوف الحمد لله، نقول لك واحد المعجزه عند سيدي ربي تبارك وتعالى. النهار اللي ما ماشي رمضان، اللي ما نصوموش، اللي تصل الجوج تتجيني الرعده الايام اللي كناكل. الحمد لله اللي صمت، والله العظيم الرعده ما كايناش، ولادي كيفطروا في الطبله، انا مازال في الكوزينه. والله الا معجزه معجزه عند سيدي ربي. انا عندي السكر 14 عام. كنظن ماشي معقول، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لا حرج على المريض. حنا دابا تبعنا التعليمات ديال الدين الاسلامي وكتاب الله، كنلقاو باللي الانسان اللي الله سبحانه وتعالى عفاه من الصيام ولا من الصلاه او في حاله مرض فلا حرج عليه، ولا رمى راسه الى التهلكه فهو يتحمل مسؤوليته ربما حتى امام الله. هذا هو. الناس اللي عندهم سكر وتيصوموا الحق خصهم يشوفوا كاع اللي عنده سكر، خصو يشوف الطبيب هو اللي تيحدد له واش يصوم ولا ما يصومش. خص تكون التوعيه في المساجد، لان وزير الدين هو اللي تيخليهم ما تيقدروش.